أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة عن عملية طوفان الأقصى التي انطلقت صباح هذا اليوم، وفي عملية شجاعة كما وصفت من قبل جميع الأوساط والمراقبين وأنصار القضية الفلسطينية. والحديث أكثر عن تفاصيل هذه العملية ونتائجها وما منتظر منها، نرحب سوية بضيفنا الكريم المحلل السياسي سيد واثق الجابري. أهلا بكم سيد واثق. بداية، هذه العملية وصفت من قبل أغلب المتابعين بأنها عملية كانت مفاجئة، لكن ما مدى مفاجأتها بداية لنا كمتابعين ولكم كداعمين ومناصرين للقضية الفلسطينية من جانب، ومن جانب آخر بالنسبة للكيان الصهيوني، ما مدى مفاجأة الكيان بهذه العملية؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتعالك مشاهديكم الكرام. طبيعي هي ليست مفاجأة بالنسبة لنا، طبيعة تحركات قوى المقاومة خلال هذه السنوات وطبيعة تصاعد عملياتها في يعني اتجاه الكيان الصهيوني والتطور النوعي الذي شهدته الفعاليات العسكرية، يعني منذ عملية سيف القدس وإلى اليوم هي عمليات متصاعدة، لكن بالفعل قد تكون مفاجئة بالنسبة للكيان الصهيوني باعتبارهم كانوا يتوقعون أن تأتي العمليات من الأنفاق أو تأتي بالصواريخ وتأتي ليلا، لكن هي هذه العملية أولا جاءت نهارا وجاءت يعني من الأرض ودون استخدام الصواريخ يعني في البداية، رغم أنه استخدموا أكثر من 5000 صاروخ دفعة واحدة، وهذا دليل على قوة وقدرة المقاومة الفلسطينية على طبيعة التحرك والتطور النوعي، وهذا ما أربك الكيان الصهيوني وربما زعزع قوة الكيان. يعني برمتها اليوم سيطرة المقاومة على الدبابات الإسرائيلية، على أسر عدد من الضباط، أعداد الجرحى، هروب المستوطنين، هذا دليل على قدرة وقدرة وقابلية مناورة ويعني امتلاك لقدرات كبيرة بالحقيقة. وبالتالي اليوم المقاومة أصبحت هي من تملك زمام المبادرة وأصبحت قادرة على التحرك والمناورة واستخدام وسائل قد كان يعتقدها الكيان الصهيوني إنها لا تقهر، كالقبة الحديدية، كالدبابات التي يعتبرها فخر الصناعات الصهيونية وغيرها من القوات الاستخبارية والتغلغل والأموال التي تدفع، بالإضافة إلى الفكر الذي كان ينشر تجاه المقاومة. يعني هم حاولوا يعني حتى التأثير على الشباب الفلسطيني، على الفلسطيني بصورة عامة، يعني من أجل تمييع أفكارهم المقاومة، لكن كما يبدو أن الشعب الفلسطيني ما يزال حي، وكلما جرب في المهمات تجد الشعب يعود إلى أصله ويعود إلى فكره ويعود إلى مقاومته، وتجد حتى الشعب يعني اليوم إذا قلنا قوى المقاومة هي التي تقوم بالدور وهي التي تناور وتتحرك وتبتدع طرق حديثة للحرب، الشعب الفلسطيني أيضا شعب معهم يدافع ويتظاهر ويحتاج ويرفض كل أنواع الممارسة. لكن الكيان الصهيوني أوغل بأذية هذا الشعب الفلسطيني. أغلب العمليات يمكن سيد واثق كانت من قبل الفلسطينيين تأتي كرد فعل على جرائم الاحتلال، لكن هل هذه العملية ممكن اعتبارها رد فعل مقابل إغال الكيان الصهيوني بأذية الفلسطينيين؟ لو هذه المعطيات والقدرات فعلا تبلورت لانطلاق هكذا عملية كبرى ونجاحها أيضا؟ لا، هي يعني لم تعد يعني فقط كردة فعل، وإنما أنا قلت قوى المقاومة بدأت تمتلك زمام المبادرة والمبادئة والقدرة على المناورة، ويمكن أن تتضح يعني بصورة أكبر من خلال مقاومتها وخلال تحركها بأنها ليست قوى مطاردة ويمكن أن تنتهك ويتعرض يعني ناشطيها للاعتقال أو للقتل أو لأساليب الترويع، بالإضافة إلى الاستهدافات المتكررة فيها. طبعا أكيد هي تستفز قوى المقاومة هذه الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية، واليوم يعني احنا نلاحظ ردة فعل الكيان الصهيوني هي ردة فعل جبانة في استخدام الطائرات، وهذا يعني القتال عن بعد، وثم استهداف المناطق المدنية، وهذا طبعا اسلوب معروف يعني من الكيان الصهيوني. بالتالي هي
هذه القوى المقاومة أصبحت هي راسخة في المشهد الفلسطيني ومشهد المقاومة بصورة عامة. وبالتالي يعني حتى اليوم هي لم تستنهض فقط الفلسطينيين فقط، وإنما كل من يؤمنون بالقضية الفلسطينية بطبيعة يرون طبيعة الانتهاكات والجرائم اللا إنسانية التي يمارسها الكيان الصهيوني، التي هي دائما ما كان مسكوت عنها يعني قبل المجتمع الدولي الذي كان ربما طبيعة الحال يتخذ قرارات أو يتجاوز قرارات اتخذها تجاه هذا الكيان، لم تطبق كثير قرارات الدولية لم تطبق، وبالتالي المجتمع الدولي هو غير منصب تجاه هذه القضية. نرجع المجتمع الدولي أو الدعم الشعبي عربي وإسلامي ودولي لهذه الموضوع، لكن بالنسبة للكيان الصهيوني فعلا كان متفاجئ بهذه العملية التي أسفرت عن أسرى بالعشرات أو المئات، عدد كبير من الصواريخ، آلاف بحسب المعلومات، قتل عدد كبير من الصهاينة ومن الإسرائيليين في هذه العملية. الكيان كان متفاجئ فعلا، استخباراته وينها، معلوماته ومصادره وين كانوا؟ نعم يعني هو بحدود 2000 بين قتيل وجريح لحد الآن، والرقم بتصاعد من الكيان الصهيوني. طبعا أكيد يفاجئ هذا الكيان، يفاجئ قواته الأمنية والاستخبارية وطبيعة الأسلحة اللي يمتلكها وطبيعة الرعب الذي كان يزرعه، يعني سواء كان لدى الصهاينة أنفسهم من مستوطنين كذا بأنه لديهم قوة وترسانة عسكرية غير قابلة للاختراق، بالإضافة إلى الفلسطينيين والمقاومين وغيرهم من الشعب الفلسطيني والعربي والعالم الذي كان يعتقد أن الكيان الصهيوني متحصن. فلذلك طبعا هي مفاجأة أنه يعني وقلنا حسب معطيات المعركة التوقيت والآليات والأدوات وأساليب المهاجمة التي جاءت من بالنسبة لأساليب المهاجمة سيد واثق، يعني صواريخ بالآلاف أو بالمئات، رقم مو دقيق حتى الآن أو غير مثبت، اقتحام مثبت يعني اقتحموا أفراد المقاومة معسكرات إسرائيلية، مو مناطق سكنية ومدنية، معسكرات وجابوا أسرى من هناك، إضافة للقتلى اللي سقطوا من ذلك الجانب، أسرى وقتلى، إنزال جوي، لاحظنا برشوتات نزلوا على المعسكرات وهذه المناطق الإسرائيلية أو الفلسطينية المحتلة صح التعبير، اقتحام بدراجات نارية لأفراد من المقاومة. هذا التنوع بهذا الهجوم إلى أي درجة أربك الكيان الصهيوني بالمقابل؟ نعم هو أربكهم يعني أكيد بشكل كبير، وبنفس الوقت لاحظنا هزيمة المستوطنين وهذه الزعزعة التي حدثت يعني بالكيان الصهيوني بشكل عام. بالتالي طبعا أكيد يربك الكيان، يكون هو يتأثر الإعلام الصهيوني والقيادات السياسية هناك تتأثر بطبيعة خبر أو اختراق بسيط كان يحدث، لكن اليوم بحجم هذه العملية وهذه العمليات التي أعتقد هي لن تقف عند هذا الحد، ربما تتطور مستقبلا، وأكيد هي تتطور لأن احنا من ملاحظتنا من يعني منذ البداية يعني كانت يمكن أدوات وآليات بسيطة كانت بالحجارة وغيره والمقاومة البسيطة والرفض الشعبي والتظاهر، وهذه الأساليب الآن لا، بدأت يعني من عمليات، أنا قلت من العمليات النوعية الكبيرة جدا من عمليات سيف القدس إلى اليوم، يعني هذه طريقة يعني نقل الأسلحة، طريقة الحرب والدفاع واختراقات الدفاعات، ثم وصلت اليوم إلى اختراق بشكل مباشر وأسر، يعني كان من الصعب أن يؤسر جندي إسرائيلي، صعب جدا. شاهدنا يعني مقاطع اللي نشاهد حاليا يقادون هكذا، يقادون من الدبابات من المعسكرات، المستوطنين يهربون في الصحراء يعني. لكن هي المشكلة أنه إحنا الآن مو كل المعلومات واضحة، باعتبار كيان الصهيوني هو يمنع كل وسائل الإعلام أن تدخل وتنقل الأحداث حجم الرعب الموجود داخل الكيان، إضافة لقيام حاليا بالتشويش على الطائرات على الانترنت وعلى الاتصالات. الرحلات الجوية أوقفت بشكل كامل في إسرائيل. رحب أيضا برئيس مركز الخبراء الاستراتيجيين الأستاذ صباح زنقنا، الحمد لله على السلامة سيد صباح. الحمد لله على السلامة. طوفان الأقصى، هذه العملية التي كانت مفاجئة للبعض، متوقعة من قبل بعض الآخر، لكن عملية كما هو واضح ضخمة جدا، معدلها مسبقا يعني
هذه الضخامة لهكذا عملية، ماذا تدل ضخامة العملية؟ تنوع أدواتها، اقتحام الكيان ومعسكراته بالبرشوتات وإنزال جوي، وفلسطيني ما عندهم طيارات، لكن اقتحموا بإنزال جوي، اقتحام الأراضي المحتلة بدراجات نارية، آلاف الصواريخ سقطت على الأرض المحتلة، أسرى وقتلى بأعداد كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ بشار ولضيفك الكريم أستاذ واثق وإلى جمهوركم الأكارم. طبعا نهنيكم بهذه الفرحة الكبيرة التي يعني أثلجت قلوب عوائل الشهداء، وأثلجت قلوب الشهداء أيضا باعتبار أنه كان لنسميه يوم ثأر عظيم، أخذوا بثأر الكثير من الشهداء الفلسطينيين والشهداء في كل أصقاع العالم، خاصة أن الكيان الصهيوني هذا الكيان اللقيط الذي لا يرحم دائما لابد أن تصل به بيوم من الأيام أن توجه له هذه الضربات. أعتقد بأن هذه الضربات كان فيها عنصر المباغتة والسرعة، وهي طبعا من العناصر في المفهوم العسكري تعتبر من أخطر الأشياء التي تأتي على الجوانب العسكرية، وخاصة أنه عندما يتم التعامل معها بسرعة وبقفزات سريعة وبضربات سريعة وبضربات موجعة، وتكون بعدها إثارة الخوف والرعب لدى الطرف الآخر عبر العمليات النفسية التي يقومون بها من نقل الأسرى والدخول في يعني القطاعات هناك. هذه كلها مؤشرات قوية من أن الفصائل الفلسطينية هي لم تعد الفصائل القديمة التي كانت تحارب بوسائل بسيطة جدا، عندما تدخل المسيرات والمظلات وكذلك عندما يأتون على شكل ضفادع بشرية وغيرها، كلها رسالة إلى الكيان الصهيوني أن الذي كنت تستخف به وتعتبره ميليشيا أو مجرد يعني قوة إرهابية، هذه القوة اليوم أصبحت هي قوة عسكرية تمتلك العدد والعدة وتمتلك عنصر التخطيط الأمني السليم والتخطيط العسكري المباغت، ومنها هذه العمليات الاقتحام التي أدخلت السرور إلى قلوب المواطنين والمتابعين المسلمين وغير المسلمين أيضا ممن يكرهون الكيان الصهيوني، وأيضا أدخل الرعب إلى قلوب الكثيرين من الصهاينة الذين يتمسكون. أنت ذكرت سيد صباح أنها ثأر للشهداء، لكن هل هي فعلا ردة فعل على إغال الصهاينة بدماء الفلسطينيين؟ لو فعلا المعطيات تبلورت من أجل الوصول إلى هذه المرحلة من القوة والشجاعة بحيث ينطلقون بهكذا عملية وكو استعداد لإنجاح؟ أكيد أنهم عندما يقتلون صهيونيا أو يأسرون آخر فهذه فرحة إلى قلوب عوائل الشهداء، لأنهم ينتظرون من يأخذ بثأرهم. طبعا هنا الثأر ليس من منطلق الكراهية، ولكن من منطلق إقامة القصاص العادل على الطرف الآخر، تماما كما أن هناك مجرم مدان عبر المحاكم وهو ملتلطخ يد بيد الناس ولكنه لم يتم العثور عليه، ربما يرى مقتولا، هذه ستدخل الفرحة إلى قلب ذويه من أن هذا الرجل الذي كان قد تلطخت يدي بيدي الأبرياء اليوم هو ملقى على قارعة الطريق، وقد يعني أصبح حاله حال الجيف الأخرى. الكيان الصهيوني اليوم أصبح لديه درس كبير وعميق وعقيم جدا، من أن هذا الدرس لن يتكرر مرة أخرى في تاريخ الكيان الصهيوني، عدم الاستهانة بقدرات العدو، عدم الاستهانة بردات الفعل. نحن لا نقول بأنها تعتبر ردة فعل على الشهداء الذين سقطوا في سوريا، 100 جندي في عملية قذرة قامت بها يعني طائرات مسيرة لم تكن معروفة المصدر إلى حد الآن، لم تأتي جهة وتتبنى مثلا هذا الأمر، ولكن الفلسطينيون أرادوا لم يشيروا إلى تلك النقطة حتى يجعلوها القضية هي فلسطينية، وإن كان هناك ترابط فيما بين الهلال يعني هلال المقاومة، ولكن نقول عندما لم يعلنوا عن عملية نوعية هذه هي عنصر المباغتة. لو كانت عملية معلنة سابقا لاستعدوا وعدوا العدد لمثل هذه العملية، لكن في ساعة هدوء وفي ساعة غفلة جاءت العملية المباغتة هذه فأدخلت الرعب، ولو كانت معلنة قبل ذلك لما كان لدي هذا الصدى النفسي أو الخوف في قلوب الصهاينة. أيضا نرحب عبر سكاي مباشرة من لندن بمدير المكتب السياسي للائتلاف 14 من فبراير الدكتور إبراهيم العرادي. أهلا بكم دكتور ضيفا كريما، وودنا نسألك عما جرى اليوم وعملية طوفان الأقصى، هل يمكن أن يؤرخ لهذه العملية كحدث تاريخي ومفصلي في القضية الفلسطينية؟ ليس القدرة العسكرية فحسب، إنما الرغبة والاستعداد والقدرة على كسر حدود اللاممكن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي الكريم والضيوف الأكارم والمشاهدين الكرام، وكل عام والشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية وكل المظلومين في العالم وكل الأحرار بخير. طبعا هي اسم على مسمى، طوفان الأقصى هي كالطوفان، بل هي الصاعقة نزلت على الصهاينة اليوم. أستعير تغريدة من أحد المغردين البحارنة كتب، قال: ألم وتأثير هذه العملية على المتصهينين أكثر منه على الصهاينة. هذا يعني أن المتصهينين الأعراب من حكومات ومن مسؤولين ومن سوغوا لنفسهم أن يخونوا القضية الفلسطينية، اليوم عملية طوفان الأقصى تؤلمهم أكثر من الصهاينة نفسهم. طبعا ولا عزاء لهم. اليوم أتصور رصاصة، هناك تقريبا رصاصة الرحمة، عملية طوفان الأقصى أطلقت رصاصة الرحمة على ما يسمى التطبيع أو اتفاقيات إبراهام. ولعل اليوم أشد المتألمين هم حكام آل خليفة في البحرين الخونة، لأن ظن العالم في وقت ما من هذا الزمن أن لن تكون المقاومة تردع العربدات الصهيونية الإسرائيلية. وإذا بفجر السابع من أكتوبر 2020 يعني من هذه السنة من اليوم، وهذا اليوم سيكون تاريخي 2023، وسيدرس للأجيال كلها أن هناك جيلا بصدور عارية وبأدوات بسيطة انتصر على الصهاينة. أتصور بدت المعركة الحقيقية لتحرير الأقصى. هذه العملية اليوم رجعت الأمل ورجعت المعنويات، لا أقول فقط للمقاومين في فلسطين المحتلة، بل لكل من يؤمنوا بالقضية الفلسطينية في العالم. وسمعنا السيد ضيف قائد ومنسق هذه العملية، قال دعا كل العالم أن يشاركوا ويدعموا فلسطين في هذه العملية، قنوات إعلامية، كتاب، صحفيين، معلمين، كل من يستطيع أن يدعم القضية الفلسطينية عليه أن يدعم. طيب سيد إبراهيم، تابعت ويانا هذا الدعم الكبير من مختلف الأطراف العربية والإسلامية لهذه العملية وهذه التضحيات الفلسطينية، لكن خصوصا من الشعب يعني المتعوب جدا كطرف من بالمقاومة هو اليمن. لاحظت من صباح اليوم الباكر انطلق بهذه المسيرات الحاشدة، ماذا يمثل هذا الدعم اليمني لإخوانهم الفلسطينيين؟ هذا يمثل أن اليوم انطلقنا في زمن آخر، خاصة مع نصر أبناء صنعاء وهذا البأس اليماني الشريف الذي يعبر عن أنهم شعب القرآن، شعب التدين، شعب الإسلام، شعب الغيرة. هذا ليس بغريب على أن وحدة الساحات اليوم هي تشكلت بصورة عملية أكثر منها شعارات أو بيانات. وحدة الساحات اليوم تتجلى، وهناك أسرار أتصور لن تعلن إلا بعد تحرير فلسطين كامل فلسطين من مسألة وحدة الساحات. اليوم هذا التضامن اليمني عندما تذهب إلى بعدها إلى بغداد، إلى اليمن، إلى بغداد، إلى المنامة، إلى اليوم بيروت، إلى كل هذه المناطق، إلى دمشق، تجد أن فلسطين ليست في عزلة عن محيطها العربي والإسلامي. نعم أتفق معك، لا زالت اليوم الحكومات العربية تحت الضغوط الأمريكية والتهديد الصهيوني متبرئة من هذه العملية ولا تنقل الأخبار إلا ما رحم. لكن في النهاية رأينا مشاهد من المغرب، من الجزائر، من ليبيا، من كل مكان يتضامنوا مع هذه العملية ويحتفلوا ويقدموا الحلوى. طبعا قبل أن أدخل على قناتكم الفضائية، وردنا خبر عاجل أن القناة الصهيونية رقم 12 تقول أن أقل تقدير عدد قتلى الإسرائيليين من عملية طوفان الأقصى 100 على أقل تقدير، ومئات الجرحى هناك، والأرقام تبشر بارتفاع. نعم هناك أيضا ألم، ولكنه ألم نصبر عليه، هو الشهداء فلسطين. وزارة الصحة الفلسطينية تقول هناك أكثر من تقريبا تجاوز 200 شهيد منذ فجر اليوم إلى الآن، وأكثر من 1100 جريح. ولكن في المقابل الهدف الاستراتيجي، الهدف السياسي بحسب ما قال أحد نائب رئيس مكتب حماس العاروري، قال أن الخطة نفذت كما هي بالحرف الواحد، وكل المشاهد التي شفتونها على الشاشات ونقلت هي نتيجة هذه الخطة. إذن اليوم دعني أقول هالجملة، العرب
والمسلمين والأحرار وفلسطين اليوم بفضل فلسطين انتقلنا إلى مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة يجب أن يبنى عليها، لا نسمح لأنفسنا في الإعلام أو في السياسة أو كحكومات كشعوب أن نستسلم أو نرضخ. اليوم أتصور محمد بن سلمان هو في أذى، محمد بن سلمان الذي قال في لقناة فوكس نيوز قبل كم أسبوع أنه أعلن التطبيع مع العدو الصهيوني. أتصور أنه يراقب المشهد بكثب وأنه أكبر الخاسرين اليوم. طيب خلينا قاطعك دكتور وأرجع لك القضية التطبيع بعد أن أعود إلى سيد واثق مرة أخرى. ثاني مرة تثبت المقاومة الفلسطينية بشكل قاطع عجز القبة الحديدية وأساليب الدفاع الصهيونية عن ردع هذه الهجمات الفلسطينية. إلى أي درجة سبب هذا حرج للحكومة الكيان سيد واثق؟ نعم، هو يعني أولا أثبت قدرات المقاومة أولا، وأن كل ما يتحدثون عنه وهم، بالإضافة عطفا على كلام الضيف أنه سيغير كثير من التحالفات والخرائط الدولية هذه العمليات. طبعا أكيد أن تلك القوى التي كانت يتحدثون عنها أنها لا تقهر، ممكن أنه يمكن احتلال ما يمكن احتلاله من الأراضي الفلسطينية، يمكن فرض السياسة على الفلسطينيين بالقوة، كل يعني حتى الحكام العرب وغيرهم بدأوا يتحدثون عن فصل الدولتين، عن سياسات مرسومة من قبل الكيان الصهيوني. لكن اليوم باختراق هذه القوى الكبيرة التي كانوا يتحدثون، القبة الحديدية، الدبابات، الدروع، التدريب العالي، الاستخبارات، كل هذه الإمكانيات التي أثبت المقاومين أنهم قادرين على اختراقها وقادرين عن أن يقوم بأي عملية في أي وقت في أي زمان في أي مكان، وممكن أن يربكوا كل قوة الدفاع الصهيوني. طبعا هذا دليل على قدرة كبيرة، ودليل على أن الكيان الصهيوني كل ما يتحدث عنه هو مجرد أوهام وتخيلات لا يمكن أن تصمد كثيرا أمام هذه القوى المقاومة، أمام هذه القضية التي انتظرت طويلا، التي ربما أجحف عنها من المجتمع الدولي، من المجتمع العربي، حتى الشعوب العربية هي مقصرة، هي ليس فقط الحكام، الشعوب العربية كانت تتظاهر وتضغط على الحكام ويمكن أن تحدث رأي عام مع القضية الفلسطينية. الآن الشعوب العربية أيضا غائبة بفعل الحكام أو بفعل السياسات أو بفعل طبيعة الاستسلام، لكن أعتقد هذه الأفعال وهذه العمليات ستنهض الشعوب العربية مرة أخرى، ستيقظ الشعوب الحية التي تطالب بقضية إنسانية، قضية عادلة، وانتهاكات واضحة. يعني هو كل العالم يرى انتهاكات الكيان الصهيوني. طبعا هذا ما مصور، أما ما غير مصور فهو ربما جرائم أبشع وانتصارات لفلسطينيين أكبر في هذه العملية. لأن يعني إحنا الآن عندما يتحدث يعني حتى الضيف، حتى الفلسطينيين يأخذون معلوماتهم من قناة 12 الصهيونية، بالتالي إحنا ما عندنا معلومات. الكيان الصهيوني لا يدخل، لا يسمح لأي قناة. إذا ردنا نعتمد على المعلومات اللي أثبتها القناة الصهيونية فهي أيضا نتائج تعتبر كبيرة، تعتبر نجاح لهذه العملية. أعود لك سيد صباح، فلسطين كما هو واضح ليست وحدها بمقاومة الكيان الصهيوني، لكن ما مدى استعداد محور المقاومة للوقوف والمساندة بشكل مباشر، دعم مباشر هذه العملية؟ أولا الدعم المباشر هو موجود ولكن ليس دعما معلنا، يعني حتى لا يقول بأن هناك عدة جبهات فتحت على الكيان الصهيوني بالتالي ستتحرك الجهات الدولية والأممية. القوى والفصائل المقاتلة عندما تريد أن تتعامل مع هذه القضية لا تفتح بوابات. عندما كانت العملية حزب الله ضد الكيان الصهيوني كان يتوقع بأن ستكون هناك أيضا تدخل، يعني عملية نوعية من قبل الفلسطينيين، لم تحصل هذه العملية. وكذلك في قبلها عندما كانت القوات الفلسطينية وقوات أو حركة حماس كانت لديهم يعني هذه الضربات، لم تكن. إذن هناك عمليات فردية بالعنوان المعلن، لكن بالعنوان يعني التحتي أو نقول البنية التحتية هناك عملية تبادل للمعلومات وتبادل خرائط العمل، وأيضا هناك عمليات الدعم اللوجستي من قبل الطرفين. يعني لا تتوقع بأن مثل هذه العملية النوعية جاءت مخططة فقط من قبل جهة واحدة أو فصيل واحد، ما لم تكن الفصيل
رؤساء المقاومة كلها داخلة في هذا المجال. لكن عندما في المعلن عندما تكون هذا معنى حرب وعملية الحرب ستنهي القضية وستنهي الموضوع. ما تعتقد الموضوع أنه هذه العملية ستستمر وفعلا تكون هناك حرب مو فقط عملية تنتهي؟ ممكن إذا 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 يعني تعاملت الكيان أو تعامل الكيان الصهيوني مثلا بطريقة الرعونة. يعني إسرائيل إذا دخلت في موضوع أنها وجه ضربة إلى سوريا، وجه ضربة إلى حزب الله، وجه ضربة مثلا إلى لنقل إلى أقصى اليمن أو إلى الحوثيين، هذا دليل على هو الذي أعلن الحرب. بالتالي بإمكان هذه البلدان أنها تقدم مذكرة إلى الأمم المتحدة وتقول بأن هناك حالة حرب من قبل إسرائيل علينا، وتكون ردة الفعل ردة جماعية. متوقع أن يكون هناك رد واسع، ليس مستبعد. أرجع لك التفاصيل، هذا الرد اللي متوقع أو غير متوقع. لكن دكتور إبراهيم أهلا بك مرة ثانية. دكتور إبراهيم، كنت تتحدث عن قضية من يقف مع الدولة الفلسطينية والقضية الفلسطينية، من يقف ضد هذه القضية، قضية الأمة، المطبعون مثلا، برأيك شلون راح يتعامل أو كيف سيتعامل المطبعون مع عجز الكيان عن حماية نفسه بعد أن كانوا يعولون عن حمايتهم من قبل الكيان؟ عملية طوفان الأقصى هي الرصاصة الرحمة على كل هذه الاتفاقيات التي للأسف حكام الخليفة دنسوا أرضنا وعاصمتنا المنامة بها، هذه الأرض الطاهرة البحرين وهذا الشعب الطاهر. اليوم كل هذه الاتفاقيات ستذهب ذهاب الريح. من مع الفلسطينيين؟ أول شيء الله مع الفلسطينيين، الله هو حافظ هالقضية. بعدها يأتي هؤلاء الشعوب والقادة المخلصين الذين يتحملون، هناك دول وهناك حكومات تتحمل عقوبات بسبب نصرتها لفلسطين. هناك عندنا شباب وأخوات في سجون آل سعود وآل خليفة وفي الإمارات وكل مكان، ذنبهم أنهم يناصروا بتغريدة أو ببيان قضية فلسطين. الشعب الفلسطيني اليوم رأينا، اليوم هؤلاء هم أبناء غزة، هم أبناء القدس. يعني هذه العملية عملية فلسطينية صنعت وخططت ونفذت فلسطينية، فهذه العملية تعطي إشادة واضحة للعالم كله أن الفلسطينيون لا يريدون أحد أن يطعنهم من الظهر. فلسطين غزة المحاصرة تقوم بعملية اليوم تاريخية، الكل أجمع على أن قارنوها بما حدث في سنة 73 أكتوبر 73. فأنت اليوم أمام عملية مهمة. أنا أتكلم في نقطة ذكرها أحد أخوة الضيوف وأركز عليها طبعا أؤيده فيها، وأتمنى العالم تسمعني. الشعوب اليوم، هناك شعوب تتحرك تنصر فلسطين، شفنا في اليمن، شعبنا في البحرين رغم مظلوميته ينصر، وشعوب حرة. اليوم هذا لا يكفي، اليوم على جميع الشعوب أن تتمرد على أنظمتها وتنصر فلسطين، لأن نصرة فلسطين هو عنوان لنصر كبير حتى نفس هذه الشعوب في الداخل. عندما تنصر فلسطين قضاياها الداخلية ستنتصر فيها، لأن فلسطين هي العنوان الأكبر، لأن هذه القضية مكبلة من الصهاينة ومن الأعراب وغيرهم. اليوم ذكر هناك كلمة مهمة، هذا دليل على أن الفلسطينيون لا يصدقون المفاوضات ولا شيء من هذا الأمر. قال الأخ العاروري على إحدى القنوات، قال أن عندنا أسرى صهاينة كثر، واليوم نعطي رسالة إيجابية أن مسألة تحرير الأسرى في السجون باتت فقط مسألة وقت، لأن ذكرنا نشرت صور لضابط اسمه ألفريد ألوني قبل قليل. هذا ضابط هو جنرال مسؤول عن غلاف غزة، عمليات غلاف غزة، اليوم هو وقع تحت الأسر، وتم تأكيد هذا الخبر من عدة مواقع لها مصداقية غربية وعربية. فأنت اليوم أمام واقع متغير تماما. الفلسطينيون يجب علينا أن ندعمهم جميعا. نحن في ائتلاف 14 فبراير كنا وسنبقى، واصدرنا بيان قبل قليل، وفي كل عاصمة نذهب إليها أول فعالياتنا تكون هي لنصرة فلسطين. وأتصور هناك وأنا متأكد هناك أحرار في كل شعوب الأمة هم قادرون على أن ينصروا هذه القضية ويحفظوها، لكن يجب أن يسجل هذا اليوم في تاريخ الشرف العربي. سيد واثق، أريد أن أتحدث عن التوقيت، لكن قبل توقيت انطلاق هذه العملية، قبل أيام قلائل إعلان محمد بن سلمان عن استعداد المملكة للتطبيع، كمملكة سعودية أو غيرها من الدول العربية، شو الموقف الشعوب من يشوف حكومته عندها الرغبة وعندها توجه حقيقي للذهاب إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني وما عنده وسيلة اعتراض على حكومته؟
هي طبعا الشعوب العربية والإسلامية طبعا المعنية الأولى بهذه القضية، لكن أنت تعرف كل الشعوب العربية يعني معظمها مغلوب على أمرها، يعني ما تستطيع اليوم الحكومات العربية يمكن لها أن تسجن شخص على تغريدة أو على كتابة في صفحات التواصل الاجتماعي ويبدأ رأيه. بالتالي الشعوب العربية غير متحررة وغير قادرة على التعبير على رأيها بشكل واضح. يمكن بعض الشعوب قد تكون يعني مثلا في العراق، في البحرين، في اليمن، في الجزائر، هذه الشعوب يمكن أن تناصر القضية الفلسطينية بشكل واضح باعتبار الحكومات يعني ليست. شفنا اليمن موقفها مشرف اليوم، الشعب اليمني بخروجه بمسيرات حاشدة كبيرة جدا، وهو أكثر شعب عربي يمكن يعاني من حصار وعقوبات وحرب وغيرها. شنو اللي مثل هذا الموقف بالنسبة للفلسطينيين؟ لا طبعا هو هذا مثل الموقف العربي الأصيل، موقف الإسلامي. ليش ما طلعت باقي الدول العربية كشعوب؟ العراق ليش ماكو لحد الآن أي مسيرة أو يعني مو احنا تجمع؟ مشكلة العراق هذا التجاذبات السياسية والقضايا اللي ممكن تدخل سجل، يعني سجال في كثير من القضايا. احنا حتى القضايا الأساسية والمصيرية اللي هي من ضمنها القضية الفلسطينية واحدة من القضايا المهمة اللي هي معلنة بشكل واضح، يعني سواء كل القوى السياسية العراقية تنادي بالقضية الفلسطينية، القوى السياسية والحكومة أيضا. نتوقع بعد ساعات ممكن أن تكون هناك حراك داعم لعملية طوفان الأقصى. طبعا أكيد الشعب العراقي سيتحرك والشعب العراقي واحد من داعمين. هو طبعا القضية هي ليست متعلقة بالمناسبة، ليست متعلقة بالشعوب العربية والإسلامية فقط، وإنما هي قضية إنسانية. احنا نلاحظ يعني في مسيرات يوم القدس تشارك يعني أكثر الشعوب، يعني في اليابان، في غيره من الدول يعني اللي هي غير مسلمة، باعتبارها القضية قضية إنسانية. يعني هو الانتهاكات الصهيونية وصلت إلى درجة انتهاكات يعني تجاوزت كل حدود الإنسانية. هذه الدولة العنصرية التي ثبتت نفسها على أساس الدماء وعلى أساس الأبرياء وعلى أساس تجريف المنازل، وهذه الجرائم اللي تشوفون أنتم اليوم ردت فعلها، استخدم الطائرات وتضرب الأحياء المدنية وتشرد العوائل وترتكب شتى الجرائم بأساليب مختلفة. بالتالي هم ليس لديهم القدرة على المواجهة الحقيقية يعني مع المقاومين. هم لو كانوا لديهم الشجاعة لواجهوا المقاومين، لكن هم اليوم يتحدثون يعني بشكل مفصل عن أنه يحاربون من بيت إلى بيت. بالتالي هذا بمعناه تقدم قوى المقاومة ودخولها إلى الأحياء والساعات. خلنا نتحدث عن قضية الرد المتوقع معكم سيد صباح. كيف تتوقع سيكون رد الكيان على هذه العملية الكبرى؟ راح يقتصر كرد محدود، قصف مواقع، اغتيالات؟ لو ممكن أن يتوسع ويكون رد فعل واسع وشامل، ربما خارج قطاع غزة، ربما خارج الأراضي الفلسطينية، سوريا، عراق، غيره؟ يعني كما شاهدنا في وقت سابق عندما حصل انهزام لقبل يعني للكيان الصهيوني اثر ضربات حزب الله، وجهوا يعني عمليات الاغتيال الى اقصى ايران عندما اغتالوا شخصيات خبراء في الجانب النووي واغتالوا اشخاص اخرين، واستطاعوا انه يصنعوا بعض المشاكل يعني والاضطرابات في الداخل الإيراني مثلا، باعتبار أنهم ينظرون إلى إيران هي الداعم والمحرك الأساس لمثل هذه العمليات، وإيران غير مستبعدة طبعا عن مثل هكذا دعم. بالتالي هي ستنظر إلى إيران بأنها هي السبب الرئيسي وسبب المشاكل، تماما كما تحصل هناك مشاكل في المناطق العربية تحاول إيران أنها من خلال أذرعتها المتمثل بفصائل المقاومة أنها توجه ضربات أو غيرها إلى الجانب الإسرائيلي. شاهدنا كيف أنه هناك صار عملية سبرالية قوية وكبيرة من قبل الإيرانيين عندما اقتحموا الملفات الخاصة بصور وشخصيات إسرائيلية وعسكر إسرائيلي، واستطاعوا أن يحددوا كثير من المواقع والنقاط. ربما تحديد هذه المواقع جزءا من الأمور التي حصلت عليها إيران، وبالتالي استطاعت أن تدعم المقاومة بها. بالتالي ستكون ردة الفعل الإسرائيلية تجاه إيران ليس بالشكل المباشر، لأن هي تعلم إذا دخلت بشكل مباشر فهذه حالة إعلان حرب، وهي تكون خاسرة إذا كان هناك يعني الأمم كلها اليوم مصطفة. انظر إلى الخارطة العربية الآن في مواقع التواصل الاجتماعي في المناطق العربية، ستجد هناك دعم، لا أحد يقول بأن هذه قوة شيعية أو سنية،
سنجد الشيعة في العراق وفي لبنان وفي البحرين وفي غيرها من وفي الإيران كلهم اليوم يبتهجون فرحا، كما أن السنة أيضا يبتهجون بهذا الشيء. لا، ليس هناك مفهوم سنة وشيعة في قضية القضية الفلسطينية، هي قضية مصيرية، قضية إنسانية، قضية قديمة متجددة إلى حد اليوم. لهذا لا أعتقد بأن الكيان الصهيوني ستقع في هذه النقطة الغبية وتحاول أنها تقع في أتون الحرب. نعم ستقوم بعمليات، منها عمليات تصفيات أو اغتيالات، أو ربما ستتوجه باغتيالات قادة أقوياء إذا لم يكونوا في الداخل العمق الفلسطيني، فلربما في داخل لبنان ربما يتوجهون إلى اغتيال شخصيات مثلا في أوروبا وغيرها من البلدان. هم هؤلاء هم مغيبون، لا أحد يعرفهم تماما، مثل ما كان بعض الشخصيات التي لم تكن لديها وجود إعلان معلن، يعني كانت إسرائيل يعني دأبت إلى اغتيالها ثم برزوا إلى السطح من أنهم كانوا القادة، يعني قادة مخفيين، ولكن كان لديهم دور كبير جدا. وهذا طبعا هذه النقطة ستحاول الكيان الصهيوني على الأقل لتستعيد لملمتها وتعيد ماء وجهها، ولا أعتقد أن اليوم ستقوم بهذه العملية ولا غد، لأن إلى حد الآن هم يعانون من الصدمة النفسية. لاحظ ما قام، لكن بدأت بعض الهجمات أو القصف لمواقع، هذه ردات فعل، هذه ردات فعل، هذه لن تأتي بنتيجة إذا تكون لا تكون في مقابل هذه العملية النوعية. لازم أن تكون هناك عملية نوعية، يعني إذا كانت تتعامل بردات فعل فهذه يعني ردات فعل إنسان خاسر. نعم قد أكون أنا أغضب لموقف معين، مثل ردة فعلهم عن عملية سيف القدس التي وصفت برد محدود مو على قدر عملية سيف القدس. أحسنتم، لا أعتقد سيعيدون هذا الخطأ. لابد أن تكون عملية أقوى من هذه العملية حتى تكون وفق المعادلة العسكرية من أن إسرائيل ستربح في الجولة. لهذا أعتقد بأن إسرائيل ستحاول دائما في هذه الأيام أنها تلملم الحالة النفسية. لاحظ أنت إسرائيل اليوم تعاني من مشكلة كبيرة، وخاصة اليوم من أحداث من يوم أمس وإلى الصباح وإلى حد الآن هناك خوف وذعر ورعب للمواطنين لم يشهدوا في تاريخ الكيان الصهيوني منذ عام 73 وإلى حد الآن وقبل ذلك. يعني إذا تحدثنا عن حرب تشرين، ولكن نقول ننزل إلى هذه، لم تدخل في هذه حالة الرعب. حتى في يعني في حرب تموز، في الحروب التي حصلت بينه وبين، أو المعارك التي حصلت بينه وبين حزب الله في عام 2000 وفي عام 2006 وغيرها، هذه المرة كانت العملية أدخلت الذعر إلى القلوب، مثل ما كان في يوم من الأيام عندما قال حسن نصر الله في بيان: انظروا إلى البارجة الإسرائيلية كيف أنها ستغرق، ووجه إليها ضربة وغرقت، وكان الشعب أو الكيان الصهيوني أو الشعوب الإسرائيلية ينظرون بأم أعينهم، وضعت لديهم حالة نفسية منتهية. لهذا فقط حتى أكتب طيب هذه الجملة، الكيان الصهيوني اليوم لا يريد أنه يحارب بشعب مهزوم، ولا يريد أن يحارب بسلاح منكسر، هو يريد أن يقوي ويلملم القوات العسكرية، لأن هذه جزء من العمليات النفسية التي أحبطت معنويات كل القادة العسكريين وأحبطت معنويات المواطنين من أن هذه الدولة مهزوزة والأمن فيها ضائع، وأن من الصعب أن تعيش في هذه الدولة. لابد أنها تعالج هكذا معالجات ثم تبدأ بعملية نوعية. طيب دكتور إبراهيم، منذ انطلاق هذه العملية، منذ بواكيرها، انطلقت وسائل إعلام عربية وعالمية أغلبها تابعة إلى الدول المطبعة والحكومات المطبعة، انطلقت بالتخويف والتركيز على رد الفعل الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى. لكن مدى التخويف والتهويل لرد الفعل ممكن أن يثني فعلا المقاومة الفلسطينية ويجبرها على التراجع عن عملية طوفان الأقصى؟ طبعا وسائل الإعلام العربية في بعض الدول عملية طوفان الأقصى هي ضد أجندتها وضد فكر التمويل التي تمول عليها هذه القنوات، وضد فكر الحكومات التي تمثلها هذه القنوات. بالتأكيد هم يشتغلوا بالتهويل، لأن كيف هم قاعدين يشتغلون على التطبيع مع الصهاينة، طيب، برئاسة محمد بن سلمان. كيف تأتي هذه العملية التي يتفاعل معها العالم العربي والإسلامي وتضرب هذا التطبيع من قبل حكوماتها؟ بالتأكيد ستلجأ إلى التخويف. وفي مثلا قناة الحدث السعودية تقول، وهي أسوأ من القنوات الإسرائيلية على فكرة، يعني كانت تهول وتهول لكن تقول احنا سنعرض هذه الصور. الحمد لله أن من ضمن اللقطات اللي عرضوها أن كيف تعامل المقاومون الفلسطينيون مع مرأة معها أطفالها
وهذه كانت صورة ما كانت حابة قناة العربية والحدث أن تعلنها. فأكيد القنوات العربية مو من مصلحتها أن تنشر شيء يناصر القضية الفلسطينية. أنا أكثر من هذا الأمر، وفي شيء مؤلم نتكلم فيه بصراحة، أبو مازن اليوم والسلطة الفلسطينية ما فائدتها؟ بالأمس أطلقوا الرصاص ضد الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي، طيب عندهم فعالية في طول كرم أطلق عليهم الرصاص. السلطة الفلسطينية لا تقوم بالتنسيق، أبو مازن هو متعاون مع الكيان الصهيوني ضد شعبه، هذا للأسف وهذا واقع. سجون أبو مازن مملوءة من المقاومين، مقاومين حماس والجهاد. هذه الصورة احنا لازم نتكلم فيها اليوم بكل وضوح. أبو مازن اليوم موضوع فقط لكي يثبت أقدام الصهاينة في فلسطين. هذا الموضوع كيف يحل؟ كيف يحل؟ ياسر عرفات توفى، لكن من استلم السلطة اليوم أبو مازن يتخبط فيها، ورأينا أساليبه. يعني هناك كثيرين حتى لأن زملاء إعلاميين يظهروا على الإعلام قتلهم أبو مازن، منهم نزار بنات هذا الإعلامي الفاضل الكبير. فأنت أمام واقع اليوم إعلامي عربي، لكن الحمد لله بفضل قناة الأيام وبفضل قنوات شريفة وبفضل كتاب وبفضل متابعين لهم مئات الألوف في مواقع التواصل، هذا الحمد لله رب العالمين ننتصر بهم. اليوم باتت مسألة، يعني حتى الإعلام العبري حاولت القنوات الإسرائيلية أن يعني تزيح هذه المشاهد عن النشر، ولكن لم تستطع. كل مواقع التواصل الاجتماعي انفجرت، دخلت هذه المشاهد في كل بيت، لحد أن شاهدنا كيف الصهاينة يتراكضون يتدافعون على مطار بن غوريون للسفر، كل واحد يذهب إلى بلاده الأصلية. فاليوم مسألة الإعلام هي مفروغ منها، يعني احنا دائما نقاوم الإعلام العربي المتصهين بالحقائق الموجودة على الأمر. اليوم ما عمله الفلسطينيون في غزة وعندما دخلوا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أتصور المشاهد والصور لا يمكن لأي إعلام لأي شخص أن يتغافلها. هذا الحدث اليوم موجود في كل منزل عربي والإسلامي، دعني أقول لك موجود في كل منازل العالم. لكن إحنا يهمنا بعد بكرة مسألة الصمود الداخل الغزاوي الفلسطيني، الصمود العربي، هذا هو المطلوب اليوم، المطلوب علينا جميعا. أبو مازن هل سيستهدف اليوم مقاومين أكثر ويسجنهم بين قوسين بسياسة التنسيق الأمني؟ هذا التنسيق الأمني الذي هو خنجر في قلب القدس وفلسطين. هذا الأمر في أمور معينة لابد أن ينصارح بها الرأي العام، لابد أن يعرفها الرأي العام، لأن فلسطين لها أعداء حتى في الداخل. نسأل الله سبحانه وتعالى اليوم أن يعني يترحم على شهداء فلسطين، وأن إن شاء الله يثبت هذا النصر. أتصور اليوم ثبتت حماس والمقاومة الإسلامية في فلسطين، ثبتت معادلة تاريخية اليوم غير مسبوقة في تاريخ العربي، في تاريخ الصراع العربي الصهيوني. حلم الأجيال، حلم الآباء، احنا وحنا كنا أطفال نشوف فلسطين محتلة، نشوف كيف استشهد الشهيد أحمد ياسين، كيف وكيف، صور كثيرة الرنتيسي، شفنا كثيرين يعني فدائيين فلسطينيين يقتلون حتى خارج الحدود الفلسطينية. لكن في النهاية هذه القضية مستمرة ومحفوظة، وأتصور أساس شرف كل عربي أن ينصر هذه القضية. من يتواطأ عليها، من يغض النظر عنها، هو لا يمثل للعرب والعروبة من أصل، لأن هذه أرض تحتوي المقدسات، أرض تحتوي الكرامة، تحتوي كل شيء لصالح العرب والمسلمين. ولهذا اليوم كلنا يجب أن نكون أصوات لفلسطين أينما كنا، في بريطانيا، في العراق، في أي مكان في هذا العالم، لكي ننصر هؤلاء المجاهدين. سيد واثق، لو فعلا توسع الرد الإسرائيلي لبنان، سوريا، العراق، غيرها، ممكن أن يدخل حزب الله على طرف كطرف في هذه المعركة؟ ماذا لو دخل فعلا حزب الله على الخط وأصبح طرف فاعل، وهو كان فاعل في أوقات مضت؟ ولا أعتقد الكيان الصهيوني يفتح جبهات أخرى، باعتبار هو اليوم في أضعف حاله، والدليل اليوم العملية العسكرية على دقتها وعلى شجاعتها وعلى قدرة المقاومين. نلاحظ يعني حتى تصوير دقيق وثقت، يعني معظم اللقطات وثقت بشكل واضح حتى لا تنكر أيضا من العدو، وحتى تثبت للعالم هذه المقاومة. لكن اليوم يعني كل جبهات المقاومة أعتقد هي مستعدة طبعا، وحتى بعض التصريحات التي جاءت تقول نحن نراقب
ولا نتفرج الآن. يعني جبهات المقاومة الكل مستعدة والكل لديها قدرة على الرد والردع، وأعتقد هذا غير موازنة الردع وطبيعة الصراع العربي الصهيوني، طبيعة صراع الإسلام الصهيوني، وأعطى القدرة والقوة وكفة المبادئة والمبادرة لدى المقاومين، بالتالي هم اليوم قادرين. وطبعا هذا أكيد هو يحفز بقية فصائل المقاومة، يحفز بقية الشعوب، لكن الكيان الصهيوني هو اليوم يعني الوضع الداخلي مربك، الوضع سواء الأمني السياسي الشعبي الكل مربك يعني. ويمكن هي صور كثيرة من الداخل الصهيوني لكن الصور غير واضحة وغير منقولة، بالتالي هم كانوا يتأثرون بتهديد، يتأثرون ببيان، يتأثرون بإطلاقات ربما كانت توجه، يعني ما كان المقاومين يجرؤون على إطلاق رصاصة باتجاه الكيان الصهيوني، اليوم يدخلون بشكل علني بشكل واضح ويسقطون مناطق، وربما يعني 80% من الغلاف المحيط بغزة قيل إنه احتل بشكل كامل من قبل المقاومين وسقط بأيديهم، بدأوا يدخلون على الدبابات وعلى المعسكرات ويأسرون ويجرحون ويتواجهون بشكل مباشر، بالتالي اليوم محور المقاومة وكفة محور المقاومة هي الأقدر والأقوى. وهذا جزء يعني جزء بسيط، احنا اذا نلاحظ المقاومة في فلسطين يعني هم مقاومة بإمكانيات بسيطة في أرض محدودة تحت سيطرة الأقمار الصناعية والمراقبة الصهيونية، وهم يفعلون هكذا، إذن كيف للمقاومة البقية؟ أعتقد الصهيوني لا يتورط في هذه المرحلة. الشكر الجزيل لكم المحلل السياسي الأستاذ واثق الجابري، كنت ضيفا كريما، والشكر الجزيل لكم رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين الأستاذ صباح زنقنة، والشكر الجزيل لكم مدير مكتب ائتلاف 14 من فبراير الدكتور إبراهيم العرادي كان معنا مباشرة عبر سكايب من لندن، شكرا لكم دكتور. إذن مشاهدينا هذه التغطيات سوف تستمر طالما استمر طوفان الأقصى، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.